حذاري أن تقوم بفعل هذا الأمر على قناتك، ستخسر قناتك إلى الأبد. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء الأوفياء متابعي قناة خالد وتيب، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. رجعنا لكم أصدقاء في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي غادي يكون مهم جدا جدا لجميع القنوات اللي كتشتغل على منصة اليوتيوب. حققتي شروط اليوتيوب، ضربتي تمرة باش أنك وصلتي لهم، تفعلت لك القناة وبداو كيظهروا الإشارات على القناة ديالك، هنيئا لك. ولكن أصدقاء، هذا الأمر اللي غادي نشرحوه في هذا الفيديو إلا درتيه غادي تخسر القناة ديالك نهائيا. شنو هو الأمر أصدقاء؟ كنظن أغلبية أنكم كتسمعوا بالنقرات غير الشرعية. ما هي النقرات غير الشرعية؟ ومما أصدقاء، سواء كانت القناة ديالك مفعلة أو مفعلاش، حاولوا تكملوا الفيديو حتى النهاية باش تستافدوا. راه مهم والأمر راه خطير جدا. كاينين أصدقاء، بعض الناس ملي كتفعل لهم القناة مزروبين باش أنهم يجمعوا الفلوس من القناة، يعني ما فيهمش الصبر باش أنهم يخليوا القناة تخدم بوحديتها باش أنهم يجمعوا 10 دولار أو لأنهم يحققوا أرباح كبيرة على القناة. يعني أغلبية الناس فاتحين قناة باش أنهم يحققوا أرباح. ولكن أصدقاء، ركينا فرق ما بين أنك تربح في مدة طويلة، يعني تبقى تربح باستمرار، وأنك تربح في مدة قصيرة وينتهي الربح نهائيا. كيف الأمر؟ يعني أصدقاء، ني أنا كنبدأ ندير النقرات غير الشرعية، كتبقى القناة ديالي مهددة في أي وقت بالإغلاق. ماشي إغلاق القناة أو لحد في القناة، بل إغلاق حساب أدسنس. النقرات غير الشرعية أصدقاء هي ان بعض الناس كيخدموا بالفي بي ان وكيديروا جروبات مع بعضياتهم وكيبقاو يديروا تبادل المشاهدات، ليس تبادل الاشتراكات وانما تبادل المشاهدات بالنسبه للناس اللي تفعلات القناه ديالهم. ومن بعد ما كيديروا تبادل المشاهدات كيبقاو يكليكيو على الاشهار. مثلا انا غادي ندخل في جروب وانت غادي تدخل معايا في الجروب والاخر والاخر، وكيتجمعوا مع بعضياتهم وكيبقاو يشاهدوا الاشهارات لبعضياتهم وكيبقاو يتفحصوا الاشهارات، وكل فيديو كيشوفوا فيه 4 او 5 او 6 اشارات، وهكذا كتزاد الارباح ديالهم على القناه. هذا امر خطير اصدقاء على القناه، غادي تخسر القناه ديالك نهائيا. اليوتيوب غادي يكشف الامر ديال هذه القنوات بسهوله تامه. علاش؟ لان اغلبيه القنوات اصدقاء من يلاه كيتفاعلوا احيانا كتزيد تنقص لهم المشاهدات على ما كانت من قبل، وبعض الاحيان كتبقى المشاهدات قليله وكتصعد شويه بشويه. كتلقى مثلا فيديو جايب 50 او 60 او 100 او 200 مشاهده، في المقابل كتلقى الفيديو جايب لك 20 دولار او 30 دولار او 40 دولار. هذا مستحيل ومستحيل وشبه المستحيل. يعني هنا اليوتيوب اوتوماتيك تعرف بانك تدير النقرات غير الشرعيه وكيتبعوك اصدقاء. وكاينين الناس اللي كيستعملوا الفي بي ان وكيستعملوا بعض البرامج، واللي سبق لي شرحتها في واحد الفيديو السابق على اكس درابط اللي كانوا كيستعملوا الناس. وهذا الامر اصدقاء خطير، سواء كنت كتستعملوا دابا وما تكتشفتش القناه ديالك بانك دير نقرات غير شرعيه، ولكن في المستقبل ضروري شركه الادسنس غادي تحذف لك الادسنس وما يكونش عندك حق نهائيا انك تفتح حساب ادسنس. وكنعرف اشخاص كانوا تواصلوا معايا، وكنعرف اشخاص مقربين خدموا بهذا الامر، ما فاتوش 3 شهور. الشهر الاول تخلصوا، الشهر الثاني تخلصوا بهذه الطريقه، الشهر الثالث حذفوا لهم الادسنس نهائيا ونعاودوا عاوتاني نبداو من الزيرو. المهم لذلك اصدقاء، حاولوا انكم ما تستعملوش هذه القضيه ديال النقرات غير الشرعيه، خصوصا بان القنوات المبتدئه عندها مشاهدات ضعيفه وعندها مشاهدات قليله. حاولوا اصدقاء انكم تصبروا وتخدموا على القناه ديالكم لواحد المدى البعيد. يعني مثلا انا لك غادي نربح 1000 درهم في الشهر او 2000 درهم في الشهر، نصبر على القناه ديالي حتى تدخل لي الارباح بوحديتها، يعني المحتوى ديالي يتطور شويه بشويه ويبدا ينتشر. مهم اصدقاء، لان كيجيوني تساؤلات عديده على الانستغرام، رانا داخل الجروب ديال تبادل المشاهدات وكنخدموا بالفي بي ان، واش هذا شرعي؟ واش ما فيهش شي خطر على القناه؟ لذلك اصدقاء درت لكم هذا الفيديو باش انكم تستافدوا منه وردوا بالكم من هذه الطريقه، راه كتخرج نهائيا على القناه. المهم اصدقاء، شحال ما بقات القناه ديالك غادي يكتشفها يوتيوب، وبعض المرات كيدير اليوتيوب حملات شرسه وكيغلق اغلبيه الحسابات اللي كيخدموا بهذه الطريقه. لذلك الا بغيتي القناه ديالك تبقى معك دائما تستافد منها، لان ماشي بالسهل باش انك تحقق شروط اليوتيوب
1000 مشترك و4000 ساعة، وتفعل لك القناة ويوصلك الكود، وهادشي كامل في الأخير تخرج على القناة ديالك بيدك. لذلك شوية تصبر باش أن الإنسان يمشي بالقناة ديالو المبتغى اللي هو فاتح القناة عليه، أو للهدف اللي فاتح هو القناة عليه. المهم أصدقاء، كنتمنى الفكرة تكون وصلت، واللي باقي ما اشترك في القناة كنتمنى أنه يشارك في القناة، واللي مشترك في القناة كنتمنى أنه يديرنا لايك للفيديو، حتى اللي أول مرة كينضم للقناة كنتمنى أنه يديرنا لايك للفيديو. أي موضوع بغيتونا نديروه في القناة بغيتونا نشرحه لكم ديروا ليه فيديو، كتبوا لنا في التعاليق أي استفسار أي تساؤل. يمكن لكم تواصلوا معنا على الانستغرام، غادي نخليكم في صندوق الوصف، وكذلك اسم انستغرام في شاشة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.